عبد الناصر زيدان، بنرحب بحضرتك النهارده. والنهارده احنا في المؤتمر الرسمي لنادي سيراميكا، رايك ايه في تجربه سيراميكا وهل هيقدر يصمد في الدوري الممتاز ولا لا كغيره من الانديه؟ اولا انا بحيي كل الناس في دار الهلال، كون ان انا بعد هذا العمر اقف قدام ميكروفون دار الهلال فده شرف كبير جدا، ربما كان حلم لينا في يوم من الايام. فانا ببعث برساله تحيه وتقدير لاساتذتي في دار الهلال ولزمايلي ولحضرتك وكل الناس اللي بتتابع موقع دار الهلال واصدارات دار الهلال الراقيه القيمه اللي هي جزء من تاريخ مصر الثقافي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، النهارده سيراميكا كليوباترا المستغني عن الاعلام بمجموعه صدى البلد المملوكه لمحمد ابو العينين بتقدم نموذج محترم جدا يحتز به، انه ازاي بيفتح اطار من الود والاحترام للاعلام كله ويجلس هذه الجلسه. فانا بحيي محمد ابو العينين رئيس المجموعه، وبحيي طارق ابو العينين المشرف العام على الكوره، وبحيي كل القائمين زميلي المحترم الاستاذ احمد جلال الماسك المنظومه الاعلاميه واللي عمل هذه الحدوته الجميله، وكمان الاستاذ هاني حتوت. احمد جلال وهاني حتوت عملوا حاجه رائعه وراقيه بهذا التجمع. انا شايف ان سيراميكا سينافس بقوه على احد مراكز الوسط، ولكن عنده مشكله انه لسه مخلص صفقاته الاخيره من ساعات، فالكابتن هيثم محتاج قوه كبيره جدا ربنا يعينه، ومعاه الجهاز الفني والجهاز الاداري برئاسة الكابتن معتز البطاوي، محتاجين انهم بمجرد ما يدخلوا المعسكر فورا الان بعد المؤتمر انه يصنعوا التجانس وتبقى في معالجات نفسيه. عندك نجوم فايف ستار زي محمد ابراهيم وصالح جمعه، وعندك نجوم جايه من دوريات ممتاز، وعندك ناس صاعده معاك من الممتاز، وعندك ناشئين يعني حد زي عامر، حد زي عاشور الادهم، محتاج تعمل توليفة وتجانس وتعالج نفسيا عشان تعمل التوأمة. سيكون هناك معاناة في الأسبوعين الأولانيين، ولكن لو مروا بهم بسلام بأقل الخسائر الممكنة هيستفيدوا من فترة التوقف، لأن الوقت مش في صالحهم بالمرة، ولكن متوقع أنهم يكونوا في منطقة دافئة في الدوري وأنهم ضمن الأندية اللي هتكون حصان أسود هذا الموسم. تجربة الأندية الخاصة هل بتسري الدوري الممتاز ولا لا؟ الكل متجه إلى المال، وكرة القدم بلا مال لا تساوي شيء. الأندية العالمية كلها أحدثت طفرة بوجود مستثمرين ورجال أعمال، فرجال الأعمال عندما يمتلكون الأندية بيضيفوا إلى الدوري وبيخلوا لي قوة، لأنهم عندهم الإمكانيات اللي بيستقطبوا بيها إضافات ويستقطبوا بيها انتدابات ولاعبين أقوياء، ده كله لصالح الكرة المصرية. خليني أقول لك حاجة مهمة جدا، هذا الدوري سيكون واحد من أشرس الدوريات في تاريخ الكرة من 48. تذكر معي موسم 2021 سيكون واحد من أقوى الدوريات، فاللي ما كانش فيه ضخ مال ونفس طويل وفكر وإدارة مش هتقدر تستمر، وده بيتوفر بقوة في القطاع الخاص.